أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نتناول فيها اليوم وضع إنساني كارثي في غزة. سوء التغذية وانتشار الأمراض ينذران بانفجار في أعداد وفيات الأطفال. في تحقيق، إيران سلمت الحوثيين غواصة مسيرة لمهاجمة السفن في البحر الأحمر. بعد أن قالت مصر أن دوافع مقتل اللواء العبيدي كانت جنائية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشككون ويقولون أن دوافعها سياسية. لا يزال الوضع الإنساني كارثيا اليوم في قطاع غزة، حيث يحتشد نحو 1.5 مليون فلسطيني في مدينة رفح المهددة بهجوم إسرائيلي. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مدينة رفح تتعرض يوميا لضربات يشنها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه يستعد لشن هجوم بري فيها. وبحسب الصحيفة، حذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء وسوء التغذية المتفشي والانتشار السريع للأمراض هي عوامل قد تؤدي لانفجار في عدد وفيات الأطفال في غزة. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن الغذاء والمياه النظيفة أصبحت نادرة جدا في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإن جميع الأطفال الصغار تقريبا يعانون أمراضا معدية. ووفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، يتأثر ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية. وضعت 26 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، مطالبة إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح، لكن الآمال في التوصل إلى هدنة تتضاءل كما تقول الصحيفة. نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بشؤون الشرق الأوسط سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول العملية المحتملة في رفح. موقع عربي بوس نقل عن الموقع الأمريكي قوله إنه من المتوقع أن يلتقي ماكغورك بمدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين يوم غد الأربعاء. المصادر ذكرت أنه من المتوقع أن يجتمع ماكغورك بعد ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الجيش جالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين. وتتركز هذه المباحثات على العملية المحتملة في رفح ومفاوضات تبادل الأسرى. وذكر موقع عربي بوست عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي أعد خطته لشن عملية عسكرية في رفح، ومن المتوقع أن يقدمها إلى مجلس الوزراء الأمني هذا الأسبوع. تحت عنوان أسماؤهم فعل سياسي، كتبت فاطمة العيساوي مقالا في صحيفة العربي الجديد، وهذا أبرز ما جاء فيه. كتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان أنه يفهم عادة الشرق الأوسط إما عبر شبكة CNN الأمريكية أو عبر عالم الحيوان، مشبهاً شعوب الشرق الأوسط بالحشرات. لم ترى صحيفة نيويورك تايمز أي مشكلة في نشر مقالة فريدمان وعنوانها فهم الشرق الأوسط عبر مملكة الحيوان، والمقالة ليست سوى حلقة في سرديات نزعت الإنسانية عن الفلسطينيين، كان منها قول وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت إن جيشه يواجه حيوانات بشرية. يعود الحديث عن أهمية تسمية الضحايا أفراداً باعتباره فعلاً سياسياً إلى الفيلسوف الفرنسي جاك رانسير. يعتبر رانسير أن تسمية أولئك الذين يعدون جزءاً من المجموعات غير المرئية التي يتم تعدادها كجماهير فعل أساسياً في السياسة، إذ يمنح الذين لا يتمتعون بالأسماء أو بشكل آخر بالقدرة على التعبير أو الظهور أو العلنية أن يمنحوا أنفسهم أسماء بما يخولهم، أن يتحدوا عملية تغييبهم والسياسات العامة التي تمنح فعل العلانية أو تحجبه. يطرح رانسير النقاش في الحق بالإنسانية، أي حق أفراد هذه المجموعات التي تعد مغيبة أو صامتة، حقهم بالاعتراف بهم كأفراد لحياتهم وموتهم أهمية خاصة.
كما يطرح النقاش بشأن الحق بالحزن، أي أن يستحق موت هؤلاء الحزن والاعتراف بالخسارة. تسهم التغطية الإعلامية في تطبيع موت ضحايا النزاعات باعتبارهم مجموعات معدة للموت، لأن تلك هي النتيجة المنطقية للنزاع. لا تحول تغطية صور الدمار والجثث دون القبول المضمر بنتيجة الحرب باعتبارها أمراً لا مفر منه، بذلك لا يثير موت هؤلاء أي ثورة غضب أكثر من التعبير الرمزي للمسيرات الشعبية أو العروض الفنية. أكد تقرير لصحيفة التايمز البريطانية أن أوكرانيا ستواجه هزيمة حتمية إن لم تبذل أوروبا المزيد من الجهد لتعويض النقص في الأسلحة والمساعدات الذي تعاني منه أوكرانيا حاليا. وقال التقرير الذي نشره موقع الجزيرة إن إصرار الرئيس بوتين على المضي قدما في هذه الحرب واعتبارها مسألة حياة أو موت يشكل تهديدا لجميع البلدان التي تقع في مرمى روسيا وخاصة دول البلطيق. تابع تقرير أن قلة من أعضاء حلف الناتو ينفقون نسبة تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مما يجعل المشكلة أكثر تعقيدا. ونقلت صحيفة التايمز عن رئيسة وزراء لاتفيا قولها إن أعضاء الناتو عليهم تقديم تضحيات لزيادة الإنفاق الدفاعي إذا أرادوا أن تظل واشنطن ملتزمة بحماية أوروبا. ورأت صحيفة أن سقوط أفدييفكا هزيمة مريرة لأوكرانيا وحلفائها. وذكرت أن الرئيس الأوكراني وذكرت أن الرئيس الأمريكي ألقى اللوم على النقص الحاد في الذخيرة مما سمح لقوات روسيا بالسيطرة على المدينة. وقالت التايمز أيضا أن الرئيس الأوكراني حذر الغرب وأمريكا من أن أوكرانيا تعيش أحلك أيام الحرب، وإذا لم يقدم الغرب أو يقدم الغرب المساعدات العسكرية الضرورية فستكون أوكرانيا عاجزة عن الصمود لوقت طويل أمام روسيا. تحت عنوان سيناريو اليوم التالي للحرب، كتب محمد عايش مقالا في صحيفة القدس العربي، هذا أبرز ما جاء فيها. أغلب الظن أن إسرائيل لا تمتلك أي خطة أو إجابة على سؤال اليوم التالي للحرب على غزة، ولذلك فإنها تستمر في هذه الحرب المسعورة باستخدام سياسة الأرض المحروقة. ولو كان لدى إسرائيل خيارات تتعلق بقطاع غزة لما تركته وغادرت في عام 2005، ومن ثم اضطرت اليوم للعودة إلى هذا المستنقع الذي يبتلع جنودها يومياً. ما حدث يوم 7 من أكتوبر 2023 هو أن المشروع الإسرائيلي انهار بشكل كامل، وتبين أن الحسابات الإسرائيلية كانت خاطئة، فلا حركة حماس تحولت إلى حزب حاكم يغرق في إدارة شؤون قطاع غزة، ولا حتى السلطة الفلسطينية تحولت إلى شرطي حراسة للاحتلال في الضفة الغربية. والأهم من ذلك أنه لم يتم القضاء على حركة حماس ولا شل قدراتها. إسرائيل قامت سابقاً بتجريف قطاع غزة واغتيال قيادة حماس بأكملها، ثم انسحبت من القطاع على أمل إلهاء الفلسطينيين بالاقتتال الداخلي والانقسام السياسي وزرع الفتن فيما بينهم، ومن ثم الانشغال بحكم القطاع وإدارته مدنياً. وهذا المشروع كان خلال السنوات العشرين الماضية يبدو ناجحاً، واعتقد الجميع بأن الاحتلال حل مشكلته في غزة، ليتبين عكس ذلك تماماً. واليوم تعيد إسرائيل الكرة، ويعيد نتنياهو ما قام به شارون من قبل. والحقيقة أن الاحتلال قد ينجح في نهاية المطاف بتصفية قيادة حماس بعد حرب كبيرة ومكلفة جداً، لكن التجارب التاريخية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن إخضاعه، حاله في ذلك حال أي شعب عاش تحت الاحتلال. كشفت منصة تابعة لمعهد البحرية الأمريكية عن إرسال إيران غواصات مسيرة للحوثيين في اليمن، وأنها تستخدمها لمهاجمة السفن في البحر الأحمر. وحسب مقال نشره موقع يو اس نيفي نيوز التابع للبحرية الأمريكية وترجمه المصدر أونلاين، فإن إعلان أمريكا تدمير قواتها البحرية مركبة مسيرة تحت الماء يعتبر تهديدا جديدا يدخل على خط الصراع. وبحسب التقرير فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة قيام حركة الحوثيين بتشغيل غواصات مسيرة منذ بدء الهجمات في أكتوبر الماضي.
المقال أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تنشر تفاصيل حول الغواصة المسيرة التي دمرتها هذا الأسبوع أو الإزاء التي تم الاستيلاء عليها. المقال في قدم تفاصيل أكثر حول الغواصات المسيرة، وقال إن هذه الغواصات تتمتع بمدى أكبر من التوربيد العادي ولكنها أبطأ، مما يجعلها أكثر فعالية ضد الأهداف الثابتة مثل السفن في الميناء أو المرسى. وأشار إلى أنه من الصعب اكتشاف الأسلحة الموجودة تحت الماء ومواجهتها مقارنة بالقوارب المسيرة السطحية، فهي تتمتع أكثر بعنصر المفاجأة الهدف، ويمكن أن تسبب ثقوبا تحت خط الماء مما قد يكون أكثر ضررا. شكك كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالرواية المصرية حول مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية. وبشأن إعلان وزارة الداخلية أن الجريمة كانت جنائية لا سياسية، قال التقرير المنشور في موقع بلقيس نقلا عن رواد منصات التواصل إن هذا الإعلان مجرد مسرحية مكشوفة لتمييع القضية والتغطية على ما اعتبروه بصمات الجريمة لدوافع سياسية. وطالب الرأي العام وقيادة القوات المسلحة بالضغط للمطالبة بكشف المتورطين ومحاكمتهم علنيا، كون اللواء العبيدي من أهم القيادات العسكرية واغتياله ليس لمجرد السرقة. كانت السفارة اليمنية في مصر قد أفادت بأنه عثر على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع مقتولا داخل شقته بالقاهرة. وكانت الداخلية المصرية قد قالت إن التحريات والمعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله. ويقول موقع بلقيس اشتهر اللواء بن جلال بعمله في الصناعات العسكرية، وأطلق اسمه على عدد من المدرعات التي جرى تطويرها محليا. غزة، 5 طلقات، 5 أطفال. تحت هذا العنوان جاء مقال الكاتب سمير عبد الله في صحيفة الشرق الأوسط. نقرأ ونشاهد كل يوم ونسمع ونقرأ، وأحيانا لا نصدق ما نسمع وما نرى. هل يعقل أن يصل التوحش البشري إلى هذا الحد؟ لقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي في بداية الحرب إن الغزيين ليسوا بشرا. أنقل هنا عن لوس أنجلوس تايمز الشهادة التي كتبها أرمان جالايا عن رحلته إلى غزة تحت عنوان أنا طبيب أمريكي ذهب إلى غزة وهذا ما رأيته، ليست حربا بل إبادة. لقد عملت في مناطق حرب أخرى، لكن ما شاهدته خلال الأيام العشرة التالية في غزة لم تكن حربا بل كانت إبادة، وقتل ما لا يقل عن 28,000 فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة. ومن القاهرة سافرنا بالسيارة لمدة 12 ساعة شرقا إلى حدود رفح. لقد تجاوزنا أميالا من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوقفة لأنه لم يسمح لها بالدخول إلى غزة. وبصرف النظر عن فريقي وغيره من أعضاء المبعوثين من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من الآخرين هناك. بدأ الدخول إلى جنوب غزة في 29 يناير، حيث فر الكثيرون من الشمال كأنها الصفحات الأولى من رواية ديستوبية. كانت آذاننا مخدرة بسبب الطنين المستمر لما قيل لي إنها طائرات المراقبة من دون طيار التي تحلق باستمرار. لقد استهلكت أنوفنا رائحة مليون إنسان نازح يعيشون على مقربة منا دون صرف صحي مناسب. ضاعت أعيننا في بحر الخيام. بقينا في بيت ضيافة في رفح، كانت ليلتنا الأولى باردة ولم يتمكن الكثير منا من النوم. وقفنا على الشرفة نستمع إلى أصوات القنابل ونرى الدخان يتصاعد من خان يونس. وعندما اقتربنا من مستشفى غزة الأوروبي في اليوم التالي، كانت هناك صفوف من الخيام تصطف على جانبي الشوارع وتسدها. بات أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية الشهر الماضي قادرا على التحكم بفأرة الكمبيوتر بمجرد التفكير،
بحسب ما أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة نيورلانك التي أجرت العملية. الخبر نقله موقع فرانس 24 وجاء فيه أيضا قول ماسك إن المريضة تعافى بالكامل من تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. يضيف الموقع أن لدى ماسك تطلعات أخرى لغرس الشرائح لعلاج السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام وأمراض أخرى. وتقول الشركة إن الدراسة تستعين بروبوت لإدخال ما يعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر جراحيا في المنطقة المسؤولة عن التحكم في الحركة في الدماغ. وتضيف الشركة أن الهدف هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الفارة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير. استضافت العاصمة القطرية بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام كل سنتين، وقد أقيمت منافسات البطولة بمجمع سباير المائي وميناء الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 18 من فبراير الجاري. يتنافس في البطولة أكثر من 2600 رياضي يمثلون أكثر من 200 دولة، إضافة إلى الفريق العالمي للاجئين. دعونا نشاهد هذه الصورة المفضلة لدى موقع الجزيرة من النسخة 21 لهذه البطولة. لكم الآن مشاهدينا أبرز الرسوم الكاريكاتيرية التي تناولت قضايا مختلفة حول العالم، ولعل أبرزها قضية غزة في جولتنا الأخيرة نتابعها. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. هذه أطيب التحايا من طاقم البرنامج، إلى اللقاء.